وأضاف الرئيس السيسي أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وأن هذا الأمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، أشار الرئيس السيسي إلى أن المرحلة الآنية أو العاجلة هي مرحلة احتواء التصعيد ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات، لافتا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده أمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف اللي موجودة في قطاع غزة. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل أمنية زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجودة محدش هياخدها. لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر احنا قلنا إن ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية، وده في توافق دولي وتواجد تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي احنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية، مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 70-75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.